كرييت تيبل تيست كول 1 وكاركتر، وكده هياخدها ينفذها. ده تالت سطر اهو، عايزين نشوف هيحصل ايه. تعال نجرب كده هيكريته ولا لا. كليك يمين واقول له ديباج. الله ده الوقت الوقت كالقزح راح. رن اهو. يلا يا عم علي بسرعه. الكونكشن سكسيد عشان ما غيرناش الرساله، عشان احنا ما غيرناش الايه الرساله، خليناها حاجه تانية. لكن المهم ان هو كده عدى. قلت له ما صدقكش، اروح جوه الداتابيز واشوف لحالي. افتح الكونكشن، ادي الداتابيز اللي عندي، مفيش اي حاجه. اعمل نفنش، ادي الجدول اللي اسمه ايه تيست. افتح كده جواه كل ايه كل واحد، صح ولا لا؟ يبقى الجمله اتبعت. انا بقى المره دي اللي انا عايز اعمله مش ان انا ابعت الجمله دي، لان الجمله دي لا تعني لي شيء. انا المره دي عايز اعمل جمله انسيرت تروح للداتابيز. بنت حلال سليمه تروح تتنفذ تبقى زي الفل، تتنفذ تبقى زي الايه؟ زي الفل. هو ده اللي انا عايز اعمله، هو ده اللي انا عايز ايه؟ عايز اعمله جمله انسيرت. جمله انسيرت اثبت دي جنبي وافتح جدول الممبر كله حقوله عشان اغش منها جملة الانسيرت اللي المفروض تتنفذ. المفروض اقول له ايه بقى؟ حد فيكم ما بيعرفش يكون جملة الانسيرت؟ بسأل سؤال، ليه زائد وبتاع والكلام ده؟ ها؟ ماشي، يبقى انا اقول انسيرت يا عم هنا يا عم. انسيرت، حتى ما يعرفش معنى جمله الانسيرت اصلا عموما. طيب جمله الانسيرت يا جدعان دي جمله بتضيف بيانات جوه قاعده الايه؟ جوه قاعده البيانات، خلاص؟ في جدول واحد، في جدول ايه؟ جدول واحد. بقول انسيرت انتو ادخل فيه واقول اسم الجدول، انسيرت انتو ممبر، خلاص؟ بقول له ايه القيم؟ وابعت له القيمه دي ثم 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 القيمه دي، وياخدهم ويروح موديهم جوه الداتا بيس، ياخدهم ويروح موديهم جوه مين؟ جوه الداتا بيس. فهو ده عايز نعمله. انسيرت انتو ممبر، هنا اسم الجدول فاليوز، وافتح قوسين كده، وبين القوسين دول ابعت القيمه الاولى كوما القيمه الثانيه كوما القيمه الثالثه كوما القيمه الرابعه الى اخره. بشرط ان لو كان الحقل نوعه نمبر ما احطش سنجل كود. لو كان الحقل مش نمبر حط سنجل كود. خلاص، لو كان الحقل نمبر ما نحطش سنجل كود، لو كان الحقل مش نمبر اي حاجه يعني سترنج او ديت او اي او اي حاجه من الحاجات دي تحط ما بين سنجل. يعني مثلا عايز النيم يكون علي، اقوم عامل سنجل 2 سنجل كده واقوم كاتب كلمه ايه؟ علي. بعد كده عايز اليوزر نيم يكون مثلا علي 2012، يبقى كده ممكن السنجل كود علي 2012 كده. اليوزر معايا ولا مش معايا؟ ها؟ محدش معايا. كوما بعد كده مين؟ الباسورد مثلا عايز 1 2 3، يبقى دي 1 2 3. ها؟ كل ده انواع عادية. لو كانت نوعها نمبر، نوع هو الداتابيز نمبر، كنت احطش السنجل دول، كنتش احط الايه؟ السنجل. يكون داتابيز مش اللي هو كاتبه. مش نمبر، الداتابيز كنا حاطينه ايه؟ كنا حاطينه فاريت شار. كنا عاملينه فاريت شار. لان لو قلت له لان لو عملت الباسورد مثلا اي بي سي 1 2 3 هيقبل، المفروض يقبل، المفروض ايه؟ المفروض يقبل. نعم. لو عملنا حقل فون، التليفون هو ده اللي احنا ما نحطوش بالسنجل. ليه؟ والفون ايه؟ نمبر ولا فيرت شارت؟ احنا معلوماتي لو يمشي كده يمشي كده. ماشي، بس احنا بنمشيه فيرت شارت. ماشي؟ احنا ماشيين فيرت شارت لان ابسط حاجه الصفر اللي على الشمال. لو عملتي نمبر هيضيع الصفر. ابسط حاجه الزائد، لو رقم التليفون فيه الزائد مش هيخش معاك جوه الداتابيز. فدايما بنختار ان هو يكون ايه؟ الارقام الدوليه. الارقام الدوليه دي هتبقى كارثه. خلاص، كل ده ما ينفعش غير ايه؟ غير خليه فيرت شارت. خلاص كده، عشان صفر على الشمال لو انت عامله نمبر ولا يهمه، يقول لك صفر على الشمال ملوش لازمه، هيقول دايما الرقم قاعده بسيطه جدا.
الشيء اللي تعرفيه رقم عايز تعرفي ده رقم ولا فيرتشر، قاعده بتستجيب تقولي هو هل يتم عليه عمليه حسابيه؟ لو كان بيتم عليه عمليه حسابيه يبقى رقم، ما بيتمش عليه حسابيه يبقاش رقم. زي رقم التليفون بيتم عليه عمليه حسابيه، رقم تليفون زي رقم تليفون يدي رقم تليفون الثالث. رقم المنزل ما ينفعش يكون رقم. اه في الحقيقه كده ما بيننا وبين بعض رقم، هو مش رقم. ما بقولش 15 اه ما ينفعش صح، ما ينفعش اعمل زي اي حاجه. خلاص انا ما بقولش بس ارقام مكتوبه، بقول لك قاعده عامه، الشيء اللي يتم عليه عمليه حسابيه ده رقم، ما بيتمش عليه عمليه حسابيه يبقى ايه؟ يبقى ايه؟ يبقى كاركتر عادي. خلاص كده. طيب ده الباسورد. بعد كده الجندر مثلا ام، بعد الميل سيتي مثلا جيزه، بعد الجيزه الايميل علي at gmail.com كومة، بعد كده البيرث ديت بعد البيرث ديت كويتشن يبقى مثلا وات، سلام سؤال صعب، الإجابة مثلا يس. خلاص كده انا بعت الايه القيم على الترتيب، اي قيم اي ايه اي قيم. يبقى القيمه الاولى هي النيم، اليوزر نيم، الباسورد ميل ولا في ميل، السيتي، الايميل، البيرث ديت، الكويتشن، الايه الانسر. خلاص كده. لو انا بعت الجمله ده تتنفذ دلوقتي كده، تعال نجرب. خد بالك القيم دي دلوقتي مش جايه من على الشاشه، القيم دي لسه مش جايه، عشان انا بمشي معاك واحده واحده. بس دي قيم اساسيه ثابته زي ما هي، ابعتها كده زي ما هي للداتابيز، عايز ابعتها زي ما هي. اعمل كليك يمين هنا كده وايه وديباج رن اهو. فول نيم اي حاجه، بس مجرد ان احنا نروح بعد كده ما بياخدش بياناتنا على الشاشه، هو بياخد بيانات اللي احنا مثبتينها، هياخد البيانات اللي احنا مثبتينها. ريجستر قال لي داتا كان نوت كونكت، طبعا كان نوت كونكت دي رساله قديمه. قال لي داتا ترانكيشن، البيانات اتقصت، انكوركت ديت، انت مدخل تاريخ غلط في الكولوم اللي اسمه بيرث ديت. قلت له ليه؟ قال لي اصل التاريخ في الماي اس كيو ال ما بيتقبلش كده. قلت له امال بيتقبل ازاي؟ قال لي يتقبل سنه شهر يوم، سنه شهر ايه، سنه شهر يوم. فانا كنت مديله يوم شهر سنه، فما قدرش ايه، ما قدرش يفهمها. دي اول غلطه، انا المفروض اعملها كده 2000 مثلا واحد واحد، دي الاولانيه دي او واحد اللي في النص دي بتاعت الشهر، بتاعت الشهر عشان تعرفوها ايه 24. ملهاش حل بقى، مفهوم قوي ان ده يوم وده شهر وده ايه. ان انا هنكتبه بالعربي، ان انا هنكتبه بالعربي، لكننا هنكتبه بالعربي. خلاص. طب بس نروح على الداتابيز، نروح على الجدول بتاعنا الاول، نروح على الجدول بتاعنا كده، نفتح الممبر ده. دبل كليك واروح على الداتا، مفيش بيانات اتضافت، مفيش بيانات ايه؟ مفيش بيانات اتضافت. قلت له طيب اقفل واشغل من الاول، مضطر عشان انا غيرت جوه الكلاس. دخلت بيانات، ادوس على ريجستر، رد عليا كونكشن سكسيدي. طبعا احنا ما غيرناش الرساله، لان احنا ما غيرناش الايه الرساله، كان المفروض نغيرها نخليها حاجه ثانيه. لو جينا عملنا كليك يمين دلوقتي او قفلنا ده وفتحناه ثاني، رحنا على الداتا، هلاقي عم علي جه اهو.